يا أحمد مبروك وكل سنة وأنت طيب. وانت طيبة يا مريم، تسلمي، ما تحرمش منك أبدا، ومتشكر على التقديمة الحلوة دي. والله أنا سعيدة جدا جدا بشغلك السنة دي، ومش عشان إحنا صحاب أبدا، ودايما أنا بفصل في الحكاية دي، أنا بحييك بشكل شخصي ومهني على المجهود اللي أنت بذلته في المسلسل ده. المسلسل ده من الواضح إنه كان متعب، ما كانش مسلسل سهل عليك أنت كممثل، صح ولا لا، أنا؟ هو من اكتر الاعمال اللي انا شفت فيها تعب، بس هو دايما اللي انا بحط 1000 خط وانا دايما اعمل اعمال دراميه في التلفزيون بالذات، لان التلفزيون بيخش كل بيت، وما كنتش انت تقدم لهم الوجبه اللي هم عايزينها. الفاصل بينك وبينهم ريموت كنترول، ودايما كل واحد بيحاول ان هو يحاول يوصل اداؤه بشكل جديد، يحاول يوصل الموضوع اللي عايز يوصله بشكل جديد. عشان كده اختياراتي في التلفزيون دايما بحاول على قد ما اقدر، ودي طبعا مش يعني مش ده مش حاجه الواحد ممكن يقدر يعملها كل مره، انما ربنا بيوفق الحمد لله، ان هو تبقى مرتبطه باحداث حصلت زي طبعا. الاكل والموضوع مثلا. السنه دي كان مهم على فكره، انتوا الاكل كده اخترتوا كده بصراحه موضوع هي، مش سهل تنفيذه في الفتره دي كمان يعني. بس هو ده الارهاب، مش موضوع مصري فقط ولا عربي فقط، الارهاب دي ده موضوع عالمي. اللي انا عايز اوصله في المسلسل هي حاجه واحده بس، انه انا طبعا مش مع الجرائم ومش مع القتل ومش، انما في حاجه اهم من كده بكتير، هي انه القهر والظلم ممكن يعمل لك قنابل موقوته. عشان كده حاول بقى على قد ما تقدر انك توصل بنسبه كبيره من العدل علشان ما يوصلكش ده. فهي صح، الموضوع كله جاي في الظلم بس، اللي هو ايه، في حاول بقدر الفريسة الامكان. اللي الإرهاب بيصطادها، طبعا في الناس اللي ممكن تكون طموحاتها كبيرة وبسبب. الجهل صح والظلم، صح الجهل والظلم دول انا في رايي ان دول دي افه الزمن اللي احنا فيه ده دلوقتي. عشان كده التعليم والعدل دي حاجه اساسيه جدا جدا، بتامن لك انت الجبهه بتاعتك، ما بتفرش ارهابيين. ده كان الغرض من المسلسل، الرساله اللي المسلسل عايز يقولها. اشتغلت في اكتر يعني، واحنا كده بنطمن عليك. في رمضان كنت بتقولي ان انت اكتر لوكيشن قعدت فيه كان 3 ايام، هل المسلسل كله كان بالمنظر ده صح؟ طبعا صعب، لان هو المفروض ان هو في صحراء وفي اماكن مختلفه وفي معسكرات ايواء الارهابيين، بتبقى في اماكن بعيده ونائيه، فكان لازم ندي الصوره دي من ناحيه التدريب ومن ناحيه، فكان صعب جدا. وتصويره انا خلصته 27 رمضان، وهو 27 مرهق رمضان يعني، الحقيقه. لغاية قبل العيد ب3 ايام انت بتصور. من اكثر الاعمال اللي هي كانت صعبه قوي قوي، لانه 30 حلقة يعني ابتديت في يناير، خلصت في 27 رمضان، لأن العمل صعب. والكتابة بتاعت المسلسل ده لو تلاحظي هي ماشية ورا من فخر الفخر الفخر الفخر، هي فلاش فعدد باك. انا كنت المشاهد لسه عايزه اسالك، لان انت في تطور في شكلك، وخليني اقول لك يمكن الستات عندهم ادوات تلبس باروكه، تغير في مكياجها، تلبس اللبس اللي مثلا القديم، فنبقى في الحقبه الزمنيه القديمه. الرجاله الى حد ما عندهمش نفس الادوات بتاعت الستات، فانت لعبت على شكلك في اكتر من مرحله عمريه. فانا مش عارفه، وانت صورت مين الاول يعني؟ صورت الشكل اللي كان في الصحراء اللي قاصص شعره بالتيشيرت لا والبنطلون، دي اخر حاجه خالص، دي كانت اخر بس حاجه. دي كانت هي اللي بتضفر الفلاش باك اللي انت يعني بترجعنا للاحداث القديمه. هي طريقه سرد المسلسل كله بيبتدي من الاخر للاول، يعني احنا فتحنا من الاول اللي هو وهو رايح يجيب ابنه، وبيحكي المسلسل من وابنك ده سرد ما حكايه، بين علاقه عمر ده حكايه. ابنه وابن بين اب بالاب بين اب وابنه، بنحكي بقى من خلالها المسلسل كله ايه اللي وصل الاب ان هو يروح يجيب ابنه من معسكر ارهابي. من هنا بيحصل طريقه السرد، ودي طريقه سرد انا من الاول خالص كنت مصر عليها، وكنت بحبها قوي، لان هي كانت جديده، انك بتحكي بطريقه جديده. وده كان حقيقي. والحقيقة كمان انه انت ما انفردتش ببطولة المسلسل فقط، منذر ريحنا عامل معاك دور هايل يا الحقيقة، سلام. العناصر كلها، ومش بس منذر، والله منذر طبعا رائع أروى رائع على أمل رائع بشوشة، على إيمان العاصي. اكيد يعني، بس في فتحي وفي سلام وفي، انت عارفه عدد المشاهد بتاعت الزمايلي كلها بيروحوا وييجوا، انما كل واحد فيهم لو عامل يعني، انا فتحي عبد الوهاب عامل اعتقد فتحي عبد الوهاب 12 رهيب 15 مشهد معاك، رهيب رائع رهيب. رائع، وممثل رائع، ومحمد سلام ومنذر وشله السطح كلها، شرنوبي صح، بعمل قاضي بخالتك، بعمك الاستاذ احمد بدير، طبعا بكله كله طبعا يعني. طبعا. لا الحقيقه نجوم كلهم هم السبب ان انا قدرت اطلع ده والله، يعني النجاح والشكر ليهم قبل ما يكون ليا.
هم يعني عملوا دورهم على أكمل وجه. الحقيقة أنا يعني مبسوطة لك يا أحمد جدا، علشان أنت فعلا لما جيت قررت أنك تنزل تلفزيون في 2018 بعد مسلسل الإكسلانس، أنت مش من الناس اللي بتتواجد كل رمضان، أنت ما عندكش الصراع ده أن أنت لازم يبقى عندك مسلسل، قد ما عندك فكرة أن أنت لما تنزل بشكل مختلف يكمل نجاحاتك في السينما. هو صراعي كده اللي جوايا كده، انا مش دايما هقدم ايه جديد، ها، وحمثل ازاي جديد. كان قدامك سيناريوهات تانية واستقريت على ده يا احمد؟ يعني كان عندك ممكن حاجات تانية بس انت حسيت ان ده اللي خطف قلبك، لا انا هعمل ده، انا هعمل ابو حقيقي عمر المصري. حقيقي، لان الحمد لله الواحد دلوقتي، انت لو بصيتي يعني، انا مش بقول ان انا عامل يعني عمل كبيره ولا حاجه يعني، انما من 2000 لحد دلوقتي انت بتتكلمي في 18 سنه، ففي شخصيات كتيره، مش كتيره قوي يعني، بس في شخصيات يعني، عملت انا الاكشن كتير وعملت الشخصيه دي كتير، وانا بدور دايما الجديد بيبقى قليل، خلاص انت عملت شبه ده قبل كده، عملت شبه ده قبل كده، فعشان تقدم جديد محتاج حاجه بعيده عن السائد، وهقدمها ازاي يعني. لا والحقيقة طارق الجنايني كمان أكيد الإنتاج كان موفر لك إن أنت فعلا لما تحب تنزل جديد تنزل بشكل مختلف، يعني أنا بحيي كل عناصر كلهم المسلسل. الحقيقة، وطارق وأحمد خالد موسى ونانسي عبد الفتاح مدير التصوير، اللي يعني اللي يعني ب 100 راجل يعني، أنا عايز أقول الكلمة دي بصراحة، لأن هي إنك تستحمل ست وتستحمل أجواء الصحراء وأجواء الحر وأجواء أجواء غير آدمية بالمرة والله العظيم. لا لا كان باين انت كان في مشاهد بتهش الدبان اكتر ما بتمثل. يعني لا كان صعب الحمد لله، إنما الحقيقة الرجالة، كل الناس اللي اشتغلت معاهم والأساتذة كلهم سواء كانوا رجالة أو ستات، الحقيقة عملوا دورهم ورا الكاميرا وقدام الكاميرا على أكمل وجه، وأنا بوجه لهم الشكر والتحية، إن الموضوع صعب قوي قوي قوي، إنما في الآخر إحنا فرحانين بحاجة، إنه وصل بره مصر كمان بشكل كويس، وفي قنوات طالبه ترجمته. ما شاء الله، دي حلوه، دي حلوه، دي هو ده اللي الواحد دايما بيسعى له، هو تقدم ايه جديد، تفيد ازاي. يا ريت والله، احنا نفسنا فعلا ان الموضوع ده يكون بيحصل في كل الاعمال المتميزه، الترجمه والانتشار، زي ما بيجي لنا التركي والهندي والحاجات اللي بتجي لنا وبنعيش معاها. طب ما مسلسلاتنا حلوه ونجومنا زي الفل، وعايز اقول لك في ناس كتير بعد ما شافتك انت وكريم عايزينك انت وكريم مع بعض فيلم، فكروا بقى. عارفه الطموح ده، احنا الفكره نفسها ايه ده، وده اللي انا دايما بفكر فيه، انت بتصور بنفس المعده اللي بيصور بيها الخواجه، صح؟ خلاص صح، انت ما عندكش حجه، الكلام كله بيبقى في الافكار وطريقه التنفيذ، انك ربنا يوفقك انك تلاقي كميه ناس على نفس التراك ده، كله عايز يعمل، صح؟ انت مش اقل من الناس دي، وهو ده بقى، هو ده طموحي، وهو ده اللي بيخليني سخن، لا انا اعمل ونعمل احسن ونبعد. عشان كده انا عايز اقول حاجه مهمه جدا على الدراما احنا لازم نبتدي نفكر يا جماعه، جو ال 30 حلقه ده، انت مش سهل انك تجيبي احداث لمده 30 حلقه مهما كنت ايه، وكل مره تنجح، وكل مره تبقى عايز تنجح اكتر من اللي قبلها. صعب صعب صعب، لازم التفكير يبقى بشكل مختلف شويه في الحته دي، نقدم ايه. أنا والله شايفة إنه أنت دلوقتي الحقيقة ما شاء الله وبنمسك الخشب، حسام رابح لأي حد بيشتغل معاك، فكر، وأعتقد إنه الريسك يكون محسوم شوية باسم زي اسمك، لو قدامك سباعيات، لو قدامك ال 15 حلقة، يعني أعتقد إن أنت يعني لازم يبقى فيه فيرست ستيب. وفكر العرض يا مريم كمان، يعني ده اللي أنا بفكر فيه يعني، فكر العرض ده طبعا بيشرفني ان انا اتواجد على قنوات زي اون وزي دي ام سي والحياه قبل كده وكلهم، والحياه على راسي من فوق، انما التفكير نفسه، انت انا عايز اروح يعني بره يعني، مش انا بس والله، يعني كل اللي يقدر فكر ان انت تنتشر اوسع اكتر اكبر باعمالنا، انك تروح بره باعمالك دي، ها، تترجم وتطلع بره وتقول احنا عندنا هنا ممثلين جامدين، عندنا هنا تقنيين جامدين، هو ده اللي احنا لازم نفكر فيه، انما جو اللي هو انت هنا عملت وانت هنا احسن وانت هنا اتشقلبت وانت هنا، واللفه اللي هي جوانيه دي لوكال بننفذ بعضينا بس، احنا بنكلم بعضنا، لازم نروح ابعد، واحنا قادرين ان احنا نعمل ده، هو اللي انا بفكر فيه في المرحله الجايه باذن الله. شد حيلك لان اعتقد انت يعني بشطارتك وبموهبتك وبالثقه فيك دلوقتي، سواء على مستوى السينما او على مستوى الدراما، تقدر تعمل خطوات كتيره مختلفه يمكن قبل كده الواحد يخاف يعملها، دلوقتي انت عندك المؤهلات انك تعمل اللي انت عايزه. مستنيين فيلم سينما يكمل نجاح الخليه.
ان شاء الله. ان شاء الله انا باذن الله بعد يعني خلال شهر 7 كده اخش مع الاستاذ شريف عرفه، عندنا فيلم كده عن بطولات الجيش اسمه الممر، ان شاء الله ان شاء الله ده نخش نصوره وربنا يسهل باذن الله. بس اللي انا بوعد بيه انه مش يعني السيد والمعروف انا ما بهزرش في الحته، لا ما تهزرش. أتمنى ولا فكره انت مش هينفع تهزر لان الناس اتعودت منك على كلام كبير، فمش هينفع. انت لازم كل خطوه تكون احلى من واقوى من الخطوه اللي قبلها. بتجيلك وبتدفع لك تذكره او بيتفرجوا عليك، دول ليهم حق. مش هعمل حاجه حتى لو كانت للتسليه، ومش عيب على فكره ان انا اعمل حاجه لا خالص، بس تبقى معموله حلو برضه. تبقى معموله حلو، ده اللي انا بتمناه من ربنا. ببارك لك، كل سنة وانت طيب. كل سنة وانت طيب. استريح وخد بريك حلو علشان تنزل على الفيلم بتاعك، وان شاء الله يكون فيلم بيكمل نجاحاتك يا عز. انا مبسوطة بيك جدا وبتمنى لك كل نجاح يا رب. وانت كمان، وما تحرمش منك ابدا، وسلامي لكل اللي عندك وبشكرهم. عايز اقول لك ان كلهم في الكنترول روم. عايز طب سلمي لنا، طب عايزين نكلم، فاحتمال نرجع يعني نكلمك بقى بعد الحلقه يعني. وبشكركم جدا جدا على الاهتمام ده وعلى التقديمه الحلوه دي، ودايما يا رب مع بعض في نجاح. كل سنه وانت طيب يا عز، كل سنه طيب وانت منور. باي باي. باي باي، مع السلامه.